لحضراتكم لقاء مهم جدا مع كابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، وبعدين هنسيبكم وان شاء الله باذن الله نكون موجودين معاكم النهارده في الحريف. هيكون ضيفنا كابتن احمد ديودار واول ظهور ليه بعد رحيله عن نادي الزمالك. سلام. تحياتي ليك زميل ابراهيم فايق ونجوم المقصوره هنا من استاد الجيش وبرج العرب، حيث مباراه النصر التعديل والنادي المصري وفوز كبير للنادي المصري باربع اهداف مقابل هدف. معنا الان الكابتن حسام حسن العميد المدير الفني للنادي المصري. كابتن حسام، بنقول مبروك الفوز، مبروك اربع اهداف ولا اروع النهارده. حبيبي الله يبارك فيك يا وليد، والحمد لله على النتيجه، واشكر ربنا على توفيق ربنا النهارده على النتيجه، وطبعا اللعيبه ادت باداء في تركيز اكتر وفي شكل كويس فترات كتيره من المباراه. طبعا هارد لك لفريق التعدين، يعني حاولوا في بدايه المباراه، لكن احنا كنا محتاجين، اضعنا فرص كتير في قبل الهدف الاولاني وبعد الهدف لحد نهايه الشوط الاولاني، ضيعنا اهداف كتير كانت ممكن مقلقه بالنسبه لنا، كنا ممكن ناكد الفوز من بدري، ولكن الحمد لله كلمنا بين الشوطين، اشتغلنا على النقاط السلبيه اللي اتعملت ان احنا نحسنها، النقاط الايجابيه نزودها، وده اللي حصل. وكان يهمني ان احنا نطلع بقى في الشوط الثاني باقل مجهود، عشان اللعيبه لعبوا ماتشات، يعني كل الفرق مريحه زي ما انت حضرتك شايف، يعني في فرق مريحه عامله معسكرات، احنا النادي المصري طبعا يعني الحمد لله قدرنا ان احنا عشان بنشارك في بطوله افريقيا فبنلعب كل 3 4 ايام ماتش، فبالتالي كنا طلبت من اللعيبه ان هم يشتغلوا بشكل معين، يقللوا المجهود اللي المبذول على اساس ان نطلع باقل مشاكل، ما بقاش فيه اصابات ولا خسائر انذارات. كابتن حسام حسن العميد، خلينا نقول النهارده اكيد كنت محتاج فوز، ولكن فوز كبير، وخصوصا ان عندك مباراه هامه امام بطل مالي دجليبة المالي يوم ان شاء الله، انت السفر الاربع والمباراه الحد، اكيد كنت محتاج فوز كبير النهارده، اكيد محتاج سكور كبير. لا انا كنت محتاج ان انا اكسب بس، يعني انا بسعى كل مباراه ان انا اكسب، لكن ولو جبنا جون اتمنى ان انا اجيب جون تاني، لكن ما بحسبهاش قبل المباراه، انا بلعب على اتمنى ان انا وفرقتي ان احنا نكسب. لكن انت تقصد ان مكسب يهيئ لك للمجهود الكبير اللي جاي او المجهود اللي رايح زي ما قلت لك اللي فات، لان احنا لعبنا ماتشات كتير ورا بعض، وقدرنا ان احنا بنلعب مع بطوله افريقيا، بطوله صعبه جدا، الكونفدراليه بتاع افريقيا مش اقل من بطوله ابطال الدوري، بطوله صعبه، الفريق اللي احنا لعبه ليه تاريخ في البطوله كبير، سواء في مالي كمان بطل مالي بعدد بطولات كبيره، اعتقد ان كل مرحله ليها او كل وقت ليها اداء. النهارده لعبنا خلصنا ماتش الدوري، ان شاء الله بنهيئ نفسينا للمباراه الثانيه نفسيا ومعنويا وتكتيكيا كمان، وبنهيئ نفسينا لمده السفر اللي جايه ان شاء الله. بالتوفيق يا عميد والف مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، الحمد لله. ده كان لقاءنا مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عودة إلى المقصورة.